صباح الخير، عاملين ايه؟ زيكم، وحشتوني جدا. تخيلوا بقى احنا نصحى الصبح، سبحان الله، نلاقي الجو متغير بالشكل ده، وفي هوا ساقع وسحب جامده ومغيم جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا، انا الجو مغيم جامد جدا. سبحان طبعا مغير الاحوال، بس انا حبيت اوريكم الجو. الناس اللي جاية اسكندرية النهاردة الجو صعب قوي. مش عارفة واضح ليكوا الشبورة اللي في الجو ولا لأ، بس فعلا في شبورة جامدة جدا، انا بحاول اجيبها لكم. صحيت بقى الصبح عشان اروح شغلي، فلقيت الشبوره دي بالمنظر ده. قلت بقى انبه الناس اللي جايه اسكندريه النهارده ان يعملوا احتياطاتهم. والجو على فكره فيه ساقعه كده، يعني الهوا ساقع شويه. كده كده احنا كنا متوقعين تغير في درجة الحرارة من 16-11 اللي هي كانت أول نوة المكنسة، بس سبحان الله، يعني سبحان ما غير الأحوال من يوم وليلة. امبارح الجو كان حر جدا وكان شمس، فالواحد يعني مش مست يعني اللي هو متوقع انه عادي، يعني عايز يلاقي شمس برضو. الناس بقى اللي جاية من سفر وبتسوق عربيتها وكده، يا جماعة خلي بالكوا، عشان في حادثة قريب كانت على المحمودية، اللي هو مش المحمودية، طريق اسكندرية القاهرة ده، كان عليه حادثة جامدة جدا بسبب كان في شبورة برضو وعربيات دخلت في بعض، وكان صعب يعني، مش قادرة اوصف لكم. فخلوا بالكم وانتوا جايين، او بلاش يعني، بلاش النهاردة طالما في شبورة كده والمنظر ده، لان السفر هيبقى خطر يعني. ده كمان ممكن الشبورة دي تبقى واضحة اكتر من كده. بصوا شايفين كده، دي واضحة جدا، شبورة جامدة يا جماعة والله. واخطر حاجة في الموضوع ده بجد طرق السفر، خطر جدا، وربنا يحفظ الجميع يا رب. انا حاولت بس ابين لكم الجو عامل ازاي، نبذة بسيطة جدا عن الجو دلوقتي، بس طبعا انا هحاول ان شاء الله اصور لكم حالة البحر كمان، وهتنزل لكم في فيديو. صباح الخير عليكم، وان شاء الله يوم سعيد بقى. الناس اللي بتفرح بالجو الجميل ده، اهو الجو اهو بقى غيوم، واكيد هتشتي، وشتا سعيد علينا كلنا يا رب.